مساء يسوع. أهلا وسهلا بالجميع في محضر إلهنا القدوس، إلهنا الصالح اللي هو إجا وأعد هذا المكان حتى نجي ونستمتع في حضور إلهنا. يا ريت نحن رؤوسنا ونسكب قلوبنا أمام إلهنا الصالح. غمض عينك، ركز على يسوع، قل كم أنت عظيم يا رب، مستحق وحدك يا رب كل السجود يا رب، مستحق البركة يا رب، مستحق يا رب المجد. نشكرك لأنك يا رب أعديت إن يا رب هذا المكان حتى ما نستمتع في التسبيح يا رب، نستمتع في الترنيم في الكلمة يا رب. اخفينا يا رب خلف صليبك يا رب، وكن أنت الظاهر يا رب، سيج حوالين كنيسك يا رب، وننتهر يا رب كل روح تشويش يا رب. نريد يا رب أن نراك وحدك يا رب، وأن نستمتع في إلهنا القدوس، إلهنا الحي. قل يا رب طهرني يا رب، طهر أذني يا رب، طهر لساني، طهر عيوني وأفكاري يا رب، واجعلني يا رب يسوع ألتمس حضورك في هذا المكان يا رب. أطلب من الرب أن يكون بالفعل نار في هذا المكان، أن بالفعل نلتمس روح الرب في هذا المكان. علي صوتك لرب، قل يا رب أنت وحدك يا رب مستحق يا رب، أنت وحدك يا رب مستحق كل المجد يا رب والإكرام. وأغني يا رب من مثلك يا رب، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، أغني للإله وحده مستحق. انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب. أغني للإله، إله يسوع يسمع الصلاة.